چل چلیے جالیاں کھول بھئیے اس چھا ورگی کوئی چھا نہیں ہوں جڑی میرے حضور دا منہ چمے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہوئے کوئی کہہ دے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہوئے جس ماں نے میرے آقا نو چپ کے کھڑایا ہوئے کہ اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں بن سکتی کہ میرے آقا جیسا بننا ایدہ نہیں ان کو مشکرہ ہوگا ایک والی بلند آواز نال کہہ دو سبحان اللہ ساڈی محفل الحمدللہ جاری آ تے لنگر والے ساتھی جڑے نے نا تے اپنی ڈیوٹی دین تے بولنا بند کرن ایک والی پھر بلند آواز نال کہہ دو سبحان اللہ حواماں تے بھی انہاں دی حکومت فضاواں تے بھی انہاں دی حکومت اگ تے بھی انہاں دی حکومت پانیاں تے بھی ہویا کردی ہے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اللہ دے او بندے نے جنہاں نے بارگاہ مصطفیٰ دے اندر بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دا پاکیزہ بندہ ہون دا شرف حاصل کیتا ہے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے تو بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوندا تے او میرا عمر ہوندا پر اللہ نے میرے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے میں لا نبی آبادی دا تاج پہن کے آیا میں سارے نبیوں تو آخری نبی بن کے آیا ایک بار کہہ دو سبحان اللہ حاضرین محترم میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سارے نبیوں تو آخری نبی بن کے آیا اے ساتھی بھی لائن بنا لو اور جگہ خالی ہے جتنے ساتھی بیٹھے ہو اوتھے چل جاؤ تسی بھی اٹھ کے اوتھے لائن چ چل جاؤ اے ساتھی بھی لائن چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ بہت ساری جگہ خالی ہے ایسے راستہ وا اتھے چلے جاؤ جگہ بہت زیادہ وا اتھے ٹائم بھی جلدی آئے گا واری بھی جلدی آئے گا سارے جھوم کے پڑھنا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 يا إله إلا الله محمد رسول الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشموع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل شيم شفيل مم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا كماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا كما عليك شفت جاء بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.